السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. ما زالت طبعا سلسلتنا السلسلة مستمرة، سلسلة مشروع تسمين الأغنام، كلها فيديوهات عملية مش كلام نظري، مع بعض خطوة بخطوة كل يوم إن شاء الله لحد ما نبيع الغنم بإذن الله. النهاردة 11/8 اليوم الرابع للغنم. امبارح طبعا حققنا الحالات، وان شاء الله في نفس الفيديو النهارده ان شاء الله في الاخر، بس بعد ما نحط العلف هنوريك الحالات اللي عالجناها امبارح بعد 24 ساعه. قلنا في حالات هتتعالج في خلال 24 ساعه، وفي حالات لو ما تحسنتش هنحقنها تاني ابره تاني بعد 48 ساعه. ارجع للفيديو بتاع امبارح وشوف الحالات عشان هتقارن معانا الفيديو النهارده بعد 24 ساعه. احنا حققنا امبارح كان اليوم الثالث للغنم، النهارده اليوم الرابع، وشوف النتيجه ان شاء الله في نهايه الفيديو معانا. بس طبعا الاول هنتكلم عن العلف. احنا قلنا بدانا نراجع مع بعضينا بسرعه كده اهوت في بدايه الفيديو. العلف احنا اول يوم استقبلنا على ادريس، كانوا جايين يوم 8، يوم 9 بدانا نحط العلف، حطينا قلنا حسبنا الغنم وقلنا ليهم 23 كيلو علف في اليوم تقريبا، ما وزناش بالظبط بس تقريبا بالعين، يعني هنوزنه في لي حلقه مخصوص للميزان ان شاء الله بالكامل هيتوزنوا عشان تتابع معايا الزياده الوزنيه قد ايه، كله حاجات عمليه ان شاء الله مع بعضينا ان شاء الله. فقلنا بدانا قلنا ليهم حوالي 13 كيلو، قلنا ليهم حوالي 12 كيلو علف في اليوم، ليهم يعني قصدي 23 كيلو علف في اليوم، نصهم الصبح نصهم بالليل، يعني حوالي 11 او 12 كيلو الصبح. احنا ان شاء الله هنوصل ل 12 ان شاء الله، 12 الصبح و12 بالليل. بدانا بكام؟ بدانا ب 5 الصبح و5 بالليل اللي هو يوم 9، 5 كيلو علف الصبح و5 كيلو بالليل. يوم 10 زودت 2 كيلو، بقت 7 كيلو الصبح و7 كيلو بالليل. النهارده ان شاء الله اليوم الثالث للعلف هنحط 9 كيلو الصبح و9 كيلو بالليل. دي اهو العلف معايا على الميزان عشان تبقى تابع معايا كل حاجه بالميزان. الميزان اهو متصفر اهو، ده كده كان في المره فاتت كان اقل من كده بكتير، باين حتى في الجردل. ادي اهو 9 كيلو على الميزان، طبعا دي ال 10 اهي من بره اللي هو الكيلوات، معاك 9 9 بس، ده كده 9 كيلو علف. كده فاضل لنا احنا قد ايه؟ فاضل لنا ان شاء الله لغايه ما هنوصل باذن الله ل 14 ل 24 كيلو علف في اليوم. يوم الميزان هنعرف النسبه اللي احنا عاوزينها اللي هي 3%، يوم ما هنوزن الغنم كلها هنطلع متوسط الوزن هنضربه في 3% هيطلع لي كميه العلف اللي احنا عاوزينها في اليوم. احنا دلوقتي بس المتوقع ان شاء الله تكون 24 كيلو علف في اليوم. احنا حاليا دلوقتي كده وصلنا لغايه 9 كيلو الصبح و9 كيلو بالليل، يعني فاضل بكره ان شاء الله نحط 11 و11، وبعد بكره طبعا بكره لما نحط 11 و11 لو لقيت الغنم مش مستقره كويس، يعني بمعنى الغنم تاني يوم في الفطار ما رضتش تاكل كويس، ما كلتش اكلتها كويس، هنثبت يومين على التسعة كيلو. هنثبت يومين على التسعة كيلو وبعد كده نبدا نحط الاثنين كيلو التانيين. ولكن لقيت الغنم لحست العلف كله وجت في الوجبه التانيه كلت كويس، يبقى الغنم ان شاء الله ماشيه تمام 100%. ان شاء الله انا فاضلنا يومين باذن الله بالكثير وهنكون وصلنا لاقصى كميه علف، والحمد لله زي ما انت شايف الغنم كلها بتاكل، مفيش حاجه راكنه، كله تمام. منك دي بتاكل طبعا بس الدريس واقع في الارض، مفيش اي غنم الحمد لله راكنه، وهنوريك دلوقتي لما نحط العلف باذن الله مع بعضينا. بس طبعا قبل ما نحط العلف هنشيل الدريس ده، بس عشان المعالف بتاعت العلف صغيره طبعا. نقطه اللي نسيتك اقول عليها، طبعا ده كله العلف بعد ما يشبعوا دريس، زي ما انت شايف الدريس قدامه اهو، ده كله بعد ما يشبعوا دريس، يعني مش قبل العلف، لان الغنم لسه معدتها ما اتعودتش على العلف كويس لغايه ما تشبع. لما هنوصل لاقصى كميه باذن الله مع بعضينا ان شاء الله هنحط العلف الاول، هنبدا بالعلف هو اول حاجه وبعد كده الدريس، وعلف صافي من غير اي تبن زي ما انت شايف. العلف احنا اتكلمنا عليه في حلقه مخصوص، هنشوفه مع بعض اهو. خليك معايا عشان هنتابع الحالات اللي عالجناها ان شاء الله امبارح، هنشوف حصل فيها ايه بعد 24 ساعة من الحقنة اللي استخدمناها امبارح.
تابع معايا عشان كل حاجة هتشوفها قدامك بإذن الله. كده خلصنا هو الجردل بالكامل 9 كيلو علف الحمد لله زي ما انت شايف بالكامل الحمد لله. طبعا دي عاوزة تخش تاكل بس طبعا خايفة، روح هناك اهو. في الحمد لله زي ما انت شايف الكل ما شاء الله مترصصين على العلف، هيخش هيقول لهم مكان دول وهيدخلوا دلوقتي، مفيش حاجة ركنة خالص الحمد لله، معناها مفيش أي لكمة والأمور تمام. لأن في واحد سألني عاوز علف صافي، ازاي نأكل علف صافي من غير تبن؟ أهو كله دخل، ودي قاعدة لوحدها في علف اهوت، بس لسه لما يخلصوا هناك هيجوا يجروا على دي. كده حطينا العلف، هنشوف بقى الحالات مع بعضينا بسرعة عشان الفيديو ما يطولش. الحالات اللي احنا حققناها امبارح، انا حققت كذا حاله، حققت حوالي بعد ما خلصت الفيديو حققت 7 أو 8، وفي واحد بارك الله فيه يعني كان مركز بيقول لي الرقم 190 انت ما سجلتهاش. فعلا انا ما سجلتهاش بس كنت هحقنها مره ثانيه، بس افتكرت ورجعت الفيديو لقيت نفسي فعلا حققتها ورقه سجلت رقمها اللي هي 190. شوف معايا 190، ارجع للفيديو هتعرف. هنشوفه 190 اللي هي السمرة خالص دي. شوف معايا، ارجع للفيديو عشان تشوف الحالة قبل العلاج، وهوريك الحالة دلوقتي بعد العلاج. اهي طبعا ده من بتاع ده من العلف البودرة الغرب فعلها. ده كده الحمد لله في تحسن، ياما النفس طبيعي مفيش اي صوت في النفس. ها تمام، لسه في حالة كمان طبعا اللي ما جابتش تحسن ان شاء الله خلال ال 48 ساعة، يعني لو بكرة في اي سيلان تاني هنعيد الابرة. معانا تاني في الحالة اللي هي 171 و174، 171 و174 اهي 171 اهي. راجع الفيديو هتعرف كانت عاملة ازاي واصبحت ازاي دلوقتي. قلنا برضك خلال 48 ساعة ما نشفتش خالص بندي جرعة تاني. في قلنا الحالة اني كمان 174 و176 174 و176 تقريبا دي. لا اللي كان فيها في عينيها برضك ديت، ايوه دي اللي هي 187. الحالة دي اللي كانت عينها تعباها زي ما انت شايف العين اهي دلوقتي، والعين طبيعية ان شاء الله 100% اهي، شايف اللون طبيعي مفيش اي سحابة بيضة عليها. ان شاء الله تكون وصلت الصورة كده مظبوط. لاحظ السوادة طبيعية اهي مفيش اي حاجة، كانت امبارح عليها غمامة بيضة النهاردة خفت لان كانت في بدايتها، الدموع كانت في بدايتها ما شاء الله فتحة عينيها كويس مفيش أي قفل مفيش أي دموع، والسحابة البيضة راحت من مرة واحدة أو مرتين بس، أرفضت لها صبح وليل طالما في الديت. وبص نشوف الأنف أهي، إن شاء الله أهي تمام فيها. طبعا دي حاجات بسيطة خالص، بس كانت الأول بيبقى النفس بيبقى صعب خالص كده، النفس بيبقى فيه شد في النفس، كانت تبقى مزودلها كده ما تسمعش صوت النفس أهو. انا منزلك فيها مفيش النفس طبيعي خالص. وطبعا قلنا في خلال ال 48 ساعة لو ما نشفت هي لسه الدواء لسه شغال، الدواء مفعول الدواء لسه شغال، يعني قدامك لسه ان شاء الله 48 ساعة ما لسه المراخير ما جفتش نهائي. هوريك زي ايه المفروض تجف، يعني زي مثلا اللي في الوش، بس دي صعب انها توقف خايفة خالص. بس شوفوا دي مثلا دي اهي، حاجة زي كده بس. طبعا النعاج البرقي معروفة بخوفها غير النعاج البلدي. طبعا السمرة دي احنا شفناها كده، يعتبر الأربع حالات تقريبا شفناهم اللي هم حققناهم امبارح مع الفيديو. في حالات تانية أنا حققنها لوحديها كانت البيضة دي بعد الفيديو، بس طبعا أنا موريتهاش ليك قبل الفيديو، لكن دي حققتها برضك الحمد لله برضك ايه النفس تمام. بس اهي تمام. طبعا ده من العفاره بتاعت العلف بس الحمد لله، حتى الصوت وكان فيه عطس واضح
كان بيبان عطس واضح بمجرد ما تقف 5 دقايق. احنا الفيديو دلوقتي 10 دقايق بنصور اهوت ومفيش اي عطس الحمد لله، الصوت تمام. يمكن في واحده بس كانت، في واحده جديده طبعا جت امبارح حتى لسه ما فيهاش رقم. فين راحت اهي؟ دي جديده لسه ما علقناش ليها رقم، دي وصلت امبارح لسه ان شاء الله هتنضاف، هنعلق لها رقم ان شاء الله باذن الله النهارده او بكره. وفي النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.